مرايا الشعر مع سهام الشعشاع على كيو بوست. محمد الثبيتي. يجمع الكثير من نقاد الشعر ودارسيه على اعتبار الشاعر السعودي محمد الثبيتي أحد أكثر الشعراء السعوديين والعرب موهبة واتصالا بروح المكان الأم، وقدرا على التوأمة الناجحة بين الأصالة والحداثة. فقد تشرب الشاعر منذ طفولته كل ما تناهى إليه من معين اللغة وتراث الأسلاف ووجع الرمال العطشة، ليتمثل كل ذلك في أعماله الشعرية اللاحقة، وليحصل مستحقاً على لقب سيد البيد. وأكثر ما يحسب للثبيتي هو تمكنه من مصالحة القصيدة مع بيئتها المحلية وحمايتها من الاغتراب والتعسف التأليفي، مستعيناً بمعجم محلي تحتل الصحراء قلبه وواسطة عقده. وقد تمرس الثبيتي بالقصيدة العربية الخليلية قبل أن يفتح له الشعر التفعيلي أفاقاً للحرية والتنوع الأسلوبي أكثر رحابة من ذي قبل. ولد محمد الثبيتي في بني سعد جنوب مدينة الطائف، وقد انتقل منها إلى مكة ليلتحق بكلية المعلمين ويحصل منها على درجة بكالوريوس في العلوم الاجتماعية. وبعد أن عمل في التدريس لسنوات عدة، أثر العمل في المكتبة العامة لمكة المكرمة لكي يتمكن من إرضاء شغفه المزمن بقراءة الكتب. وقد صدرت له أعمال عدة، بينها تضاريس وموقف الرمال وتغريبة القوافل والمطر، قبل أن يرحل في أوج عطائه عام 2011. ومن شعره: ضمني ثم أوقفني في الرمال، ودعاني بميم وحاء وميم ودال، واستوى ساطعا في يقيني وقال: أنت والنخل فرعاني، أنت افترعت بنات النوى ورفعت النواقيس، هن اعترفن بسر الهوى وعرفن النواميس، فاكهة الفقراء وفاكهة الشعراء، تساقيت ما بالخليطين خمرا بريئا وسحرا حلال.